أغنية من صورات المغربي أنا كتير بحبها من زمان، كان بدي غنيها. جت الفرصة لما توفت الشام الزاز، قلت علاش لا نعملها بحال تكريم، وغنيتها هي والأغنية ديال محمد العروسي. من أول ما عرفوني من 2009 وأنا بالشعر الأشقر، صراحة جرت منه كتير، فقلت ليش ما بغير يعني هلا، يعني قبل التصوير أصلا غيرته بهاللون. فبالكليب اجت الفكرة، قلت ليش لا، أنا كل كليباتي شعري أشقر أشقر أشقر، فبيتجروا العالم هيك، فقلت ليش ما بعمل شي جديد وجرب، لأنه أنا مش جريئة كتير لحتى أعمل لون الأسود، وقلت ليش ما بكون جريئة بالكليب وكون باللون الأسود يشوفوني هيك بطلة جديدة. 2021 كتير كتير منيحة، يعني لهلأ في شغل، في سفر، في كل شي منيح. أكيد بعد هالغنية هيدي بس يعني كوفر، وحبيت أنه أنا أعمل له كليب، بس الغنية الشخصية يعني هي رح تتصور قبل رمضان. ستايل كتير غريب شوي وجديد شوي على الأغاني اللي بعملها قبل، راح يكون فيها مغربي شعبي وخليجي وراب. بعد رمضان إن شاء الله أكيد راح نزلها، كمان ستايل مش مغربي أبدا، محضرته قبل يعني من شي سنتين وبعد لسه ما نزل، راح ينزل كمان بعد رمضان. بس الفكرة تبع الغنية اللبنانية براسي وعم يسمعوني، بس لسه ما عجبني شي. وفي مفاجأة كمان شهر 9. أراولي زين جبل جيبوه بالغيطة وطبل، أراولي زين جبل جيبوه بالغيطة وطبل، فرج على كل شكل، أراولي زين جبل.